مرحبا بكم طلابي الأعزاء، هل تتذكرون ماذا تعلمنا في الدرس السابق؟ نعم، لقد تعلمنا أن الابتذال يؤدي إلى حدوث الصوت. ممتازة، أحسنتِ. كما تكلمنا أيضا عن علو الصوت. ما هذا الصوت العالي؟ إنه صوت جرس بدء الحصة يا عزيزتي. صوت الجرس عال جدا، كيف نتحكم في علو صوته؟ هناك ثلاثة عوامل تتحكم في علو الصوت: قوة الاهتزاز، مصدر الصوت، المسافة عن المصدر. ما المقصود بقوة الاهتزاز وما تأثيرها على علو الصوت؟ لنستكشف سوياً من خلال الآلة الموسيقية التي صممناها في الحصة السابقة باستخدام الأربطة المطاطية وعلبة الكرتون. هل سمعتِ ما حدث؟ عندما قمنا بنقر الرباط برق، ضعف اهتزازه وأصدر صوتاً منخفضاً، وعندما قمنا بنقره بقوة نتج صوتاً عالياً. لقد فهمت الآن، كلما زادت قوة الاهتزاز زاد علو الصوت. وهل نستخدم علو الصوت وقوة الاهتزاز في حياتنا اليومية؟ بالطبع، مثل الآلات الموسيقية التي نستخدمها في حصة الموسيقى. فالطبلة عند طرقها بقوة تصدر صوتاً عالياً، وعند طرقها برفق فإنها تصدر صوتاً منخفضاً. والكمان يصدر صوتاً عالياً عند تحريك أوتاره بقوة، ويصدر صوتاً منخفضاً عند تحريك أوتاره برفق. والبوق يصدر صوتاً عالياً عندما ينفخ فيه بقوة، ويصدر صوتاً منخفضاً عند النفخ فيه بلطف. عزيزتي، ما هو العامل الثاني الذي يؤثر على علو الصوت؟ إنه مصدر الصوت، وأيضاً يطلق عليه منشأ الصوت. هيا نقوم باختبار أجسام لها نفس السماكة ولكن من مواد مختلفة. عند طرق جسم معدني كالحديد يكون الصوت الناتج عالياً، أما عند طرق جسم خشبي فالصوت يكون منخفضاً. كذلك عند طرق جسم من البلاستيك أو الزجاج بنفس اليد وبنفس شدة الطرق يختلف علو الصوت الناتج. فمنشأ أو مصدر الصوت يؤثر على علو الصوت، فبعض الأجسام تصدر أصواتاً عالية كالمعدن أو الحديد، وبعض الأجسام تصدر أصواتاً منخفضة كالخشب أو البلاستيك. الآن وقد فهمنا عن عامل مصدر الصوت، هيا نتعرف على العامل الثالث وهو المسافة عن مصدر الصوت. الآن وقد خرجت خارج الصف، هل تستطيعين سماع صوتي؟ لا أسمعك جيداً. الآن وقد اقتربت. نعم أسمعك جيداً. هل تستطيعين أن تفسري لي ذلك؟ نعم، إن علو صوتك انخفض عندما زادت المسافة بيني وبينك. ممتازة، وهذا هو العامل الثالث المؤثر على علو الصوت. دعينا نرى هذا الفيديو للتوضيح. إذا طرقنا شوكة رنانة ولامسنا بطرفها سطح ماء، فستتكون موجات دائرية تضعف وهي تبعد عن الشوكة الرنانة، وهذا يدل على أن شدة موجات الصوت تقل وهي تنتشر بعيداً عن مصدرها في كل الاتجاهات. فهمت الآن، كلما زادت المسافة عن مصدر الصوت
كلما انخفض علو الصوت. الآن هل تستطيعين أن تقولي لي ما هي العوامل المؤثرة على علو الصوت؟ نعم، قوة الاهتزاز، مصدر أو منشأ الصوت، والمسافة عن مصدر الصوت. مسابقة البيرق. قم بإجابة الاستبانة آخر كل حلقة أسبوعية في التعليق أسفل الفيديو. سنقوم بسحب عشوائي على جميع الإجابات الصحيحة في نهاية الفصل الدراسي، وسيعلن عن الفائزين بأول 3 مراكز من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. ما العلاقة بين المسافة عن مصدر الصوت وعلو الصوت؟